النهاردة الكلام عن مستشفى اسمها مستشفى ويفرلي هيلز. الحقيقة أنا النهاردة قررت أن أنا أشارككم معايا وإحنا بنرتب الحلقة، يعني أنا مش بحكيها قد ما أنا بكتب أصلا لسه وبنرتب مع بعض، فقلنا ندخلكم المطبخ معانا شوية. تعالوا نتوغل في الموضوع مع بعض وإحنا لسه بنرتب الحلقة. المستشفى دي موجودة من ضمن المعلومات اللي معانا أنها موجودة بالقرب من مدينة لويفيل الأمريكية. المستشفى دي اتعملت في الأساس لعلاج المرضى، ومش أي مرضى، مرضى السل، والكلام ده كان سنة 1924 وتم افتتاحها رسميا سنة 1926. كان المفروض أنها أو معمولة عشان تستوعب 400 مريض بالسل. بيقولوا كمان من ضمن المعلومات لأن مرض السل وقتها كان غامض جدا ومحدش عارف ليه علاج غير حاجة واحدة بس، الشمس النقية، أشعة الشمس النقية. فالأطباء كانوا بيستخدموا المرضى للأسف فترة يعني غريبة جدا كفئران تجارب، لدرجة أن في بعض الحالات كانوا الأطباء بيقال أن هم بيخلعوا لهم ضلع أو ضلعين من القفص الصدري علشان يدوا مساحة للرئة أن يدخل لها الهواء النقي وأشعة الشمس، يعني زي ما يقولوا كده تتمدد بشكل أفضل. وبعض الأحيان كانوا بيسيبوا صدر المريض مفتوح علشان يتعرض لأشعة الشمس وللهواء النقي. طبعا الحمد لله ان احنا وصلنا لهذا التقدم من الطب اللي وصلنا له دلوقتي، علشان تخيل المريض نفسه يكون موافق على هذا العلاج. العلاج ده ما كانش بيتعمل غصب عنهم، كان هو بيتقال له هيتعمل 1 2 3 والا خلاص الحالة منتهية، فكان المريض بيوافق. خليني اكتب شوية حاجات كده وافكر معاكم بصوت عالي وانا بكتبها. تعالوا بس قبل ما نكتب، يعني انا في حاجة برضو لفتت انتباهي، بيقولك كانوا بيحطوا في رئة المريض بالونة منفوخة بالهواء علشان الرئة تتمدد. يعني اللي هو يعني مفيش اي حاجة، يعني مفيش طب اصلا. يعني بعد الـ الشكل العجيب جدا والمؤلم والمفزع الحقيقة من العلاج ده، البعض كان بيخف الحقيقة، والبعض الاخر طبعا موضوع منتهي تماما. لكن لو عملناها نسبة وتناسب، الغالبية العظمى كانوا بيموتوا. طب الأعداد الكبيرة الرهيبة اللي كانت بتموت كانوا بيعملوا فيهم ايه؟ اولا كانوا بيخافوا من المرضى سواء هم على قيد الحياة او بعد موتهم. كانوا بيعملوا نفق تحت الارض بعمق 150 متر، والنفق ده معمول لدفن موتى مرض السل. السجلات كتبت ان عدد الموتى اللي ماتوا في المستشفى 10,000 حالة وفاة، لكن الحقيقي واللي اتقال ان عدد اللي ماتوا في المستشفى دي 64,000 واحد ماتوا، مش بسبب السل، بسبب طريقة العلاج اللي كانت بتتبع وقتها لعلاج السل. بدأ مرض السل في انه يتراجع وخلاص والحالات تختفي ويقل جدا، فقفلوا المستشفى سنة 1961. لكن سنة 1962 قرروا ان هم يرجعوا يفتحوها تاني، مش عشان مرض السل، لا علشان رعاية المسنين. التسريبات اللي اتقالت وقتها ان المستشفى ما كانتش بتعالج المسنين ولا حاجة، المستشفى كانت بتجيب المشردين وبتجري عليهم تجارب سرية، تجارب بالتعاون مع بعض الأجهزة التي تهتم بعالم ما وراء الطبيعة. فاكرين مسلسل The X-Files؟ فاكرين أو عارفين كل ما يخص مثلا الحاجات اللي هي كلها الميتافيزيكس وخلافه؟ بيقال إن المستشفى اهتمت جدا بهذا الجانب. طيب حاليا الوضع إيه؟ الوضع إن المستشفى مهجور تماما نهائيا. تعالوا بقى نسمع ونشوف الحكاية مع بعض. تعالوا بقى نسمع الحدوتة مع بعض، أنا هكتبها واسمعوا معايا. مبنى المستشفى حاليا مهجور تماما. بيقال إن الإغلاق الكبير حصل سنة 1981. المبنى خلينا نتكلم عنه شوية. مبنى ضخم مكون من 5 أدوار على قمة إحدى التلال، خالي تماما من البشر، لكنه مش خالي من كائنات تانية
غير البشر. كل اللي بيمر من جانب المبنى بيأكد انه بيسمع اصوات اطفال بتلعب وبتضحك، ومش بس بيسمعوا، في منهم كمان شاف بعينه طفل خارج من المستشفى بيرمي كورة ويجري وراها ويجيبها ويدخل تاني. ده غير الشبابيك والابواب اللي بتتفتح وتتقفل لوحدها واصوات غلقها وفتحها مزعجة. ده غير اصوات الصرخات والاستغاثات والانين اللي محدش عارف مصدرها، والانوار اللي بتتولع وتطفي رغم ان الكهرباء مقطوعة تماما عن المبنى من سنين طويلة. اما بالداخل وتحديدا في الدور الارضي ففي شبح لامرأة بيظهر كل يوم في نفس الميعاد. الست لبسها ممزق تماما، ايديها ملطخة بالدماء، بتجري بين طرقات الدور الارضي وهي بتطلب النجدة، وبعدها بتتوقف للحظات وتتلفت حواليها في ذعر وتجري وتختفي بعد كده من جديد. في سنة 2001 زوجين اشتروا المبنى المهجور بسعر بخس للمستشفى وحولوه لمزار سياحي لعشاق قصص الأشباح والرعب واللي بيدوروا عن الأحداث الغامضة. الزوار كتير منهم بيقول سمعنا صرخات جاية من نفق الموتى تحت المستشفى، وسجلنا بعض هذه الأصوات بالفعل. الزوار كمان أجمعوا على وجود بعض الأشباح في المبنى ووصفوهم بنفس المواصفات، أشهرهم شبح الطفلة ماري في الدور الثالث اللي كتير من الزوار أكدوا إن هم شافوا طفلة بتجري بسرعة بين الأوض المظلمة في الدور وسمعوها بتقول I'm Mary، كانت بتجري وبعد كده تتكلم كلام غير مفهوم، بيقولوا كانت عينيها مختفيه مطموسه. اما شبح الطفل بوبي فبعض الناس شافوه بيلعب بالكوره زي ما كنا بنقول من شويه، وكان بيقول لهم تعالوا العبوا معايا انا بوبي. كان في كمان اصوات لاطفال بيغنوا بعض الترانيم، والصوت كان بيجي من سطوح المبنى. الزوار كانوا بيعتقدوا ان في اطفال من الزوار بيطلعوا فوق، لكن اتفاجئوا ان السطوح مقفول، واللي زود الدهشة ان هم عرفوا ان الاطفال المصابين بالسل في هذه المستشفى الملعونة كانوا بيطلعوهم على السطوح علشان يعرضوهم لأشعة الشمس بشكل اجباري كنوع من العلاج. تعالوا نروح للمطبخ الخاص بالمستشفى. البعض أكد أنهما شافوا الشخص لابس لبس الطباخين الأبيض بيتجول، والبعض الآخر قال شفنا نفس الشخص بيجر عربية أكل، والبعض الآخر قال سمعنا خطوات، والبعض قال بقينا نشم ريحة أكل ومخبوزات طازجة. لسه بنتجول في هذه المستشفى الملعونة، مستشفى ويفرلي هيلز، وتعالوا نطلع مع بعض للدور الرابع. الزوار كلهم كانوا بيقولوا ان هما لما بيطلعوا الدور ده بيحسوا باحساس اختناق، الهواء تقيل، وشعور بالحزن والكآبة والرغبة في الملحة في البكاء بيسيطر عليهم، لدرجة ان الدور ده اطلق عليه دور البكاء. كتير من الناس اللي طلعوا الدور الرابع اكدوا ان هما بيشوفوا اشباح واطياف شفافة اشبه بالدخان بتتجول فيه، وأشهرهم شبح كان مميز لطبيب بيتجول بين الغرف. واحد من مصوري برامج تلفزيون الواقع رفض الفكرة وقال هروح وأصور، قرر يعمل تقرير التلفزيوني بتاعه عن مستشفى ويفرلي هيلز ويصور هناك. وراح بالفعل، وكانت المفاجأة انه شاف شبح الطبيب، وافتكروا في الاول شخص عادي لابس ابيض ماشي في الدور، لكنه لما تلفت لقى نفس الشخص بيدخل اوض تانية على الجانب التاني من الدور في نفس اللحظة. المصور لما حكته بسرعة واخد معداته ومشي ورفض العودة لنفس المبنى. تعالوا نطلع مع بعض الدور الخامس في ويفرلي هيلز. كان في جزء مخصص لمرضى السل اللي كانوا بيصابوا بالجنون، وجزء اخر للاطفال، وجزء كمان لسكن الممرضات.
الدور ده كان اكتر دور كل الزوار اجمعوا ان هم سمعوا فيه اصوات صرخات واستغاثات وانين وزمجرة. في الدور الخامس كمان في اكتر اوضة مرعبة في هذا المبنى، الاوضة 502. الاوضة دي قصتها بترجع لسنة 1928، كانت ساكنة فيها ممرضة شابة انتحرت لأسباب مجهولة، ولقوا جثتها مشنوقة في الأوضة بعد عدة أيام من انتحارها. وبعد 4 سنين من الحادث سكنت ممرضة تانية في نفس الأوضة، والغريب إن الممرضة دي كمان انتحرت في ظروف غامضة. فجأة طلعت لسطوح المبنى ورمت نفسها وسابت جواب إنها كان في شخص بيظهر لها، ست لابسة لبس برضو تمريض وبتطلب منها إنها تموت نفسها يوميا. بعض الناس اللي طلعوا الدور الخامس في المبنى قالوا كمان إن هما شافوا واحدة لابسة أبيض زي الممرضات وحط أيديها في جيوبها وبتتجول. والبعض بيقول سمعنا صوت واحدة بتصرخ فيهم وبتقول لهم اخرجوا من هنا في الحال. مع مرور السنين بعض الإشاعات بتقول إن في شباب راحوا ومارسوا طقوس عبادة الشيطان واختفوا. سنة 2008 حصل حاجة غريبة، تم إحاطة المبنى بسور حديدي لمنع تسلل أي حد جواه. ليه مبنى مهجور يحاط بسور حديدي إذا كان يعني مجرد اللي بيتقال من باب الشائعات وخيال وقصص تخريف؟ ده يخلينا نقول إن المبنى ده فعلا كل اللي اتقال عنه حقيقي بالفعل، وإنه بيستغل في تجارب زي التجارب اللي تم استغلاله فيها سابقا. من اللي انا كاتبه واللي حضراتكم سمعتوه معايا، اكتر جزء ممكن يؤثر في البني ادم يعني لما بنيجي نتكلم في حاجه ما تخص على ما وراء الطبيعه او الرعب عموما، هو وجود الاطفال بشكل مرعب بيبقى صعب جدا. دايما الطفل هو رمز للبراءة، رمز للنقاء، رمز للابتسامة الحلوة، لكن لما تلاقي جزء بيتكلم عن ضحك الأطفال اللي بيسمعوه بيتردد وبيبقى مخيف جدا. طب تخيل معايا، انت قاعد في البيت لوحدك مفيش حد معاك، وسمعت صوت طفل بيضحك في الأوضة اللي جنبك، طفل بريء جدا مفيش أي حاجة، ده طفل. هل هتتعامل ان ده طفل بقى والموضوع يسعني والكلام ده، ولا في الاخر هو مفيش حد موجود واللي موجود ده في حد ذاته مخيف؟ بيقولوا الروحانيين او اللي بيعملوا في مجال العلاج الروحاني ان اصعب انواع السحر والاعمال هو السحر اللي بيتعمل على الاطفال، ان يستعين الساحر او الدجال او هذا الرجل اللي بيبحث عن الاذى بطفل يمارس عليه الطقوس. بيقال انها بتبقى من اصعب الحالات اللي بيبقى فك السحر منها صعب جدا. ده بيقال انه اصعب كمان من السحر اللي بيتعمل على الاموات، ما هو في سحر بيتعمل على الاموات وبيدفن معاهم، لكن بيقولك الطفل بيبقى حالة صعبة جدا لانه بيأذي الطفل اللي هو مستخدمه كوسيط، وفي نفس الوقت اللي بيتعمل عليه السحر بقى الضحية بيعاني حياة صعبة جدا. في بعض المعالجين بيستعينوا بالأطفال في علاج حالات المس، يجيب الطفل ويقعده قدامه أو يحط قدامه إناء فيه مية ويبدأ يقرأ عليه بعض الطلاسم بقى أو أي حاجة. وإحنا بنقول الكلام ده بعيد بالمناسبة كل البعد عن كل الديانات، إحنا بنتكلم على ناس بتعالج بشكل إحنا غير مسؤولين عنه. فزي ما بقول لحضراتكم بيجيب طفل ويقعده قدامه ويبدأ يقرأ، ويبقى حاطط قدامه إناء فيه مية ويبدأ يقرأ كتير من الحاجات اللي عنده ما بين كتب التحضير والشعوذة وخلافه. فاللي بيحصل إن الطفل بيبتدي هو الحالة التلبس بتحصله، الجن اللي هو بيستحضره بيجي على الطفل. فعلامات الظهور بتبقى إيه؟ خلال أو بتبان فين؟ في إناء المية. بيحصل بعض الشواهد اللي بيشوفها الساحر فبيعرف ان في حضور حصل ما بين اهتزازات في المية، ما بين تحول المية من اللون المية العادي جدا لدم، ما بين اصوات بيبدأ يسمعها محيطة بي، ما بين ملامح الطفل نفسها بتتغير لملامح مخيفة جدا. عشان كده بقول لكم من اللي انا قريته
ان الاطفال فعلا من اصعب يعني، وهشد مليون خط تحت كلمة اصعب، الحالات اللي بيتم فيها السحر. وحتى لو مش سحر، موضوعنا النهاردة مش سحر، هو موضوع عن مكان مسكون. فوجود اصوات اطفال في المكان كان بمثابة حالة مفزعة جدا للي مروا هناك. حتى بيقولوا ان الاطفال هناك كانوا بيقولوا بعض الترانيم والاغاني والتسابيح وخلافهم، بيقولوش اي حاجة. لكن في حد ذاته انت في مكان مهجور وعارف ان اتعمل فيه جرائم كتيرة جدا، وفجأة بتسمع صوت لضحك اطفال. يعني الحلقة النهاردة انا بعتبرها من الحلقات المختلفة شوية، علشان هو كان مكان لعلاج كبار السن، والعلاج ناس بتعاني من مرض صعب جدا وعانى منه العالم والبشرية سنوات طويلة. فبدل ما يكون المكان ده هو مكان بث الطمأنينة والرحمة والشفاء، بقى مكان لإجراء تجارب لجهة ما محدش يعرف هي مين أو ليه أو مستفيدة إيه من ده. ويفضل دايما الأفلام الأمريكية بالرغم أنها بنقول أنها أفلام خيال علمي وخلافه، دايما تتطرق لحاجات لما بتيجي الأزمنة والأيام تعدي تلاقيهم زي ما بيقولوا كده إيه، كانوا بيتكلموا عن حاجات صح. أكتر ناس اتكلموا عن نهاية العالم هم، أكتر ناس اتكلموا عن الأوبئة والفيروسات هم، أكتر ناس اتكلموا عن الكوارث الطبيعية هم، أكتر ناس اتكلموا عن الفيروسات وما خلافه اللي احنا بنعاني منه كانوا هم. فبتلاقي دايما في الأفلام ان هم بيتكلموا عن الحاجات، وتفاجأ بعد كده ان هم فعلا كانوا بيعملوا ده. كل واحد فينا بيحب يشتري حاجات أونلاين، في أبليكيشنز بندخل عليها وبنحمل منها حاجات وبندفع ثمنها، بنعمل شوبينج أونلاين، بنشتري كتب، بنشتري لبس، بنشتري يا بنات أكسسوارز والحاجات. كتاب اسمه كتاب دم الكاهن الأكبر، عادي احنا اشترينا كتب وخلافه. لكن اللي مش عادي ان كل قصة عندنا في خبايا وراها حواديت. الكتاب ده وسيلة الإعلان عنه ونشره علشان الناس تشتريه هي جملة واحدة، ان هذا الكتاب غير محدد السعر، من يعرف قيمته لن يبخس ثمنه. هو الكتاب الأغلى في التاريخ، لأن هذا الكتاب مسؤول عن حراسته 1000 من مردة الجن. كتاب بيحرسه 1000 جني. خامة غلاف الكتاب من الجلد، ليس جلد النمر ولا جلد الغزال ولا جلد أي حيوان نعرفه، ولكنه جلد كاهن. كاهن مات من 100 سنة اتصنع منه هذا الكتاب. محتوى الكتاب فيه كلام كتير جدا عنه. تعرفوا أن الكتاب ده الإعلان نزل عنه لمدة ساعة واحدة، وبعدها حصل مشكلة ان الموقع اللي عرض عليه الكتاب، وكان بيقال وقتها تقريبا انه اي باي او حاجة زي كده، ان الموقع وقع 6 ساعات مجرد ما اعلان الكتاب نزل، وبعد لما الموقع عاد للعمل مرة تانية الاعلان اختفى. كانت نسخة واحدة هي اللي موجودة من الكتاب، وبعد البحث الدقيق تم الكشف ان النسخة دي اتباعت $3 مليون. مين اشتراها؟ أنا ما تردد ان الكتاب ده تسبب في موت 6 عائلات من وقت ما اتباع من على هذا الموقع. هتقولي الكتاب اتباع على مواقع الديب ويب، هقولك لا، ما اتباعش ولا الدارك ولا الديب ولا اي حاجة، اتباع على الانترنت العادي جدا جدا، وبعد كده حصل المشكلة اللي قلتلكم عليها وتسبب في هذه الوفيات. الانترنت ياما اتباع عليها حاجات عجيبة وحاجات غريبة. تدخل تلاقي مثلا بيبيعوا الزئبق الأحمر الروحاني، تلاقي واحد يقول لك أنا عندي زئبق أحمر روحاني للبيع وحاطط أرقام بالملايين. أنا بقول لك نصابين، نصابين، ما تصدقش. حتى لو حد عنده حاجة فيها هذا الكم من السحر وخلافه مش محتاج يعني يحطها على الإنترنت علشان يباها. لكن تسمع عن حاجة اسمها صندوق الديبوك؟ اتكلمت عنه قبل كده على فكرة في الرعب المسموع، لكن جه الوقت بما اننا بنفتح خبايا، وبنفتح خبايا زي ما بيقولوا بالصوت والصورة، ان احنا نعرف اكتر عنه. كلمة ديبوك هي كلمة عبرية معناها الروح الشريرة والغاضبة المحتجزة. البداية كانت سنة 1938، كان في الوقت ده موضوع السحر وجلسات التحضير منتشرة جدا. فكان في مجموعة من الستات قرروا ان هم يعملوا جلسة تحضير من باب يعني التسلية، فعملوا جلسة التحضير وحضروا بالفعل جن، وقرروا ان هما من خلال التحضير يحبسوه
أيوة يحبسوه في صندوق علشان يعرفوا يستدعوه في أي وقت على اعتبار إن هو هيكون مسخر ليهم وينفذ لهم كلهم طلباته. وده اللي حصل، وفعلا الجن اتحضر واتحبس في الصندوق، والستات محدش عارف عنهم حاجة بعد كده. الأقوال اتقالت إن هم عثروا على الصندوق مرمي في البيت في المكان اللي كان بيتحضر فيه الجن، وبعد كده مفيش أثر لأي واحدة من الثلاث ستات، وأحيانا اتقال في رواية تانية كانوا خمس سيدات اللي عملوا عملية التحضير دي، والصندوق لقوه مرمي كده ومحدش عارف له صاحب. كيفن مونز هو واحد من أصحاب محلات التحف والأنتيكات، اشترى الصندوق ده، وبيقال ان هو لما اتسأل اشتراه منين قال اشتريته من احدى السيدات الكبار في السن. يعني بيقولوا الكلام ده كان سنة 2001 تحديدا. حفيدة السيدة العجوز لما كانت في عملية البيع وقتها قالت للراجل او كيفن ده اللي اشترى ايه، قالت له جدتي تعرضت لمآسي كتير جدا في حياتها، وهربت من مكان لمكان، وكانت دايما وهي بتهرب محتفظة بالصندوق ده بالذات، مش عايزة تضحي بيه لأي سبب، ولكن جه الوقت ان احنا محتاجين نبيعه. اتقال انه اتعرض في مزاد قبل كده ومحدش اشتراه، الحقيقة فين مش عارفين، لكن الحقيقة المؤكدة ان كيفن فعلا اشترى الصندوق ده من الجدة ومن حفيدتها. بعدها بوقت بسيط الجدة ماتت، وقت بسيط فعلا يعني ساعات من بيع الصندوق، والحفيدة كلمت كيفن وقالت له جدتي ماتت، لكن انا عايز اوصيك وصية مهمة جدا، بما انها ماتت أرجوك ما تفتحش الصندوق ده لأي سبب، اتخلص منه وبيعه واكسب فيه، لكن ما تفتحوش. جدتي وصتني بالوصية دي وقبل ما تموت قالت لي أبيعه، وزي ما احنا بعناه ليك أرجوك اتخلص منه لأنك إنسان طيب وأنا مرضاش ليك أي أذى. بعد المكالمة نزل كيفن طلع الصندوق من البدروم اللي كان حطه فيه، وقرر إن هو هيفكر بقى يبتدي يفكر يبيع أو يعمل إيه. مجرد ما نزل جاب الصندوق من البدروم او من المخزن الموجود عنده في المحل بتاع الانتيكات، كل انوار المحل انفجرت في نفس الوقت، والمحل دخل في ظلام دامس. بعدها سمع صوت بينادي عليه باسمه جاي من المخزن تحت تاني. بعد كده راح اشترى لمبة او اتنين وبدا يركب الاضاءات، يدور على الصندوق مش لاقيه، لقى الصندوق موجود في المخزن تاني وكانه ما طلعوش. بدات الكوابيس تطارد كيفن من اليوم ده، وبدأ يسمع صوت بيتردد في ودانه وفي راسه وفي عقله بيقول له افتح صندوق ديبوك فورا. يفكر يعمل ايه مرة واثنين وعشرة لحد ما قرر فعلا انه هيفتح الصندوق. ولما فتح الصندوق لقى فيه الآتي، خلينا اقراه لكم بالظبط علشان نقول المعلومات بدقة. خصلة شعر صفرة وخصلة شعر بني، وتمثال مكتوب عليه شالوم بالعبري، وكاس نبيد مصنوع من الذهب الخالص، شمعدان على شكل قط اسود، كمان برعم ورده جافه. يبقى خصله شعر ما بين الصفراء وما بين خصله بني، شمعدان على شكل قط، تمثال صغير مكتوب عليه شالوم بالعربي، والحاجات الثانيه الكاس النبيد المصنوع من الذهب. عارفين كيفن عمل ايه؟ كيفن عانى الامرين بعد ما فتح الصندوق، وبدأ يشوف بنت شعرها أصفر بتطلع له كل يوم من تحت السرير. بيقول إنه ما كانش عارف ده بيحصل وهو نايم ولا هو صاحي، لكن اللي حصل إنه في مرة نزل من على السرير وكان بيدوب بينزل رجليه، حاجة شدته من تحت السرير قلبته على الأرض. أنتوا لحد دلوقتي أنا ما قلتكوش هو عمل إيه. شوفوا التضحية، لما يقرر إنسان يضحي يضحي بإيه ومين. كيف ندى الصندوق هدية لوالدته، راح لها وخبط على الباب وقال لها انا بهديكي حاجه اثريه جدا، وانا عارف انك بتحب التحف والانتيكات. طبعا اكيد لسان حالها بتقول له ايه من امتى يعني انت بتعمل ده، ولكن الام اخذت الهديه وفرحت وسالت سؤال واحد، قالت له انا لسه عيد ميلادي باقي عليه 4 شهور. قال لها اعتقد ال4 شهور هيحصل فيهم حاجات كتير جدا، فكان لازم اسبق بالهديه. تاني يوم الصندوق راح لوالده كيفن، أصيبت بسكتة دماغية، دخلت في غيبوبة ومرضت مرض طويل جدا بسببها، ومجرد ما فاقت من الغيبوبة لقى الباب بيخبط، فتح الباب لقى الصندوق على باب البيت ومكتوب عليه إنها هدية كريهة من شخص كريه، أرفض هذه الهدية. اضطر كيفن إنه يسيب الصندوق في البيت لأيام بسيطة، وبدأ أولاده وبناته يصابوا بلوثة عقلية،
وبدأ الكل يقولوا ان هم بيشوفوا بنت شعرها اصفر وبنت شعرها بني بيطردوهم في الكوابيس، وبدأ بالنسبة لهم يكون الحمام هو مكان للجحيم. صرخات بتطلع من الحمام كل يوم بالليل، صرخات لسيدتين، صوت بنتين او سيدتين بيسمعوهم. بعد كده الصوت تحول وبقى صوت اجش لراجل، وبعد كده قالوا انه مش صوت راجل، ده صوت كائن، كائن مش معروف هو مين، لكن هم سمعوا رسالة بالعبرية. مع ترجمة الرسالة اكتشفوا ان الرسالة دي ترجمتها انا حبيس في هذا الصندوق منذ القدم. قرر كيفن يعرض الصندوق على الانترنت، عرضه برضو على اي باي، وكتب رسالة خليني اقراها لحضراتكم بالظبط. استطيع ان ادمر هذا الصندوق في ثوان قليلة، ولكنني عرضته الان لكي تخبروني عن ماهية هذا الشيء. اذا كان احدكم يعرف ماهية هذا الشيء وما بداخله فليتواصل معي، واذا كان احدكم يحب ان يقتني هذا الشيء فهو هدية مني اليه. اتباع الصندوق ب$140 الحقيقة لاحد الطلاب، واللي بعدها بثلاث ساعات عرضوا للبيع هو كمان، وكتب في الرسالة وهو بيبيع انقذوني من هذه اللعنة، الى من يستطيع ان يواجه الشيطان بنفسه هذا هو منزله، اهديك منزل الشيطان الذي يكمن بداخله. اللي اشتراه من الطالب واحد من زمايله في الغرفة السكن معاه، مش من حد من على الموقع ولا حاجة، وبدأت اللعنات تتوالى، وبدأ السكن يصاب بلعنة بتصيب واحد تلو الآخر لأن الصندوق فضل موجود في السكن. جيسون هاكستون اشترى الصندوق في الآخر بمبلغ يتعدى $200، ما كانش بيتباع بأرقام كبيرة ولا حاجة. وظيفته هو مدير لأحد المتاحف، وقال دي تحفة أثرية، والكلام اللي بيتقال عنها ده يخلي الناس تقبل على المتحف أكتر وهيزود نسبة الزائرين أكتر، وعرض بالفعل الصندوق في المتحف، وبدأت فعلا الزيارات تتزايد للمتحف، وبدأ كل الزوار يدخلوا للمتحف ويسألوا عن الفاترينة اللي بتعرض صندوق ديبوك تحديدا. الزوار كلهم أجمعوا على أنهم مجرد ما بيشوفوا الصندوق ده في الفاترينة بيصابوا بأعراض ثابتة، آلام حادة في العين الشمال، آلام مبرحة في الظهر، الرجل الشمال بتقف لوهلة مش مفهوم السبب برضو، وبمجرد ما بيروحوا بيلاقوا كدمات بتملأ ظهرهم وبتملأ أكتافهم، ومش معروف برضو إيه المصدر أو إيه السبب. لكن ثلاثة من الزوار صوروا ظهرهم وكان مكتوب عليه بالعبرية ديبوك. الصندوق دلوقتي مش معروف هو فين، لكن لما دورنا لقينا في مقالة منشورة واحد بيقول انه اشترى الصندوق ده ب$12 مليون، وفضل يتباع من حد لحد لحد ما هو اشتراه ب$12 مليون، وبيقول انا ما عنديش استعداد ان انا افقده، وهذا الصندوق انا بستغله افضل استغلال في حاجات كتيرة جدا لناس انا محتاج اسلم عليهم في الفترة دي كتير. اكيد فهمت هو بيعمل بيه ايه، لكن الغريبة ازاي هو قادر يتعايش بيه وما بيتأذيش بيه. الله اعلم الحقيقة فين، لكن الدنيا مليانة حاجات وخبايا احنا ما نعرفش عنها حاجة. الموضوع والكلام عن صندوق ديبوك ده تحديدا احنا دورنا كتير، وفي مقالات بسيطة وقصيرة جدا بتتكلم عن انه صندوق مجرد انه نحس، لكن في مقالات تانية قليلة بتتكلم عن انه صندوق ملعون، وان اللي بيجيبه عنده بيوصلوا لعنات ملهاش اول من اخر. في تراثنا المصري في حاجات كتير جدا بيقولوا عنها كده، بيقولك مثلا انك لما تروح المقابر وتسند على القبر حتى لو بدون قصد بتصاب بلعنة او بتصاب بسوء حظ او بتصاب بألام مبرحة، وبيقولك في الحالة اللي زي كده علاجك ايه؟ انك يتمسح على جسمك بعظم ميت. الكلام ده بيتقال في التراث، حقيقته ايه محدش يعرف. زي ما بيتقال كمان ان احدى السيدات، وفي قصة شهيرة جدا، كانت عايزة تولد، وقلناها قبل كده لو تفتكروا، حموها بعظم ميت. يعني ايه حموها بعظم ميت؟ يعني حطوا عظم واحد ميت على دماغها وصبوا فوقيه مية، والمية اللي بتنزل من على دماغها وهي مخلوطة بعظم الميت بيقولوا انها بتفك السحر اللي بيكون معمول لها علشان ما تخلفش. كلام كتير وموروثات غريبة جدا، خزعبلات الحقيقة وتخاريف أكتر، لكن موروثاتنا هنروح منها فين؟ ما هي موجودة.
الخبايا من بره الاستوديو. ايوه بره الاستوديو. فين على دين الساعه دلوقتي كام؟ الساعه دلوقتي 2:30 بعد الليل. ليه المكان اللي انا فيه ده بالذات؟ دينينا مش بحر ولا نهر دي خالص. ليه المكان اللي انا فيه ده تحديدا؟ عشان المكان ده اكتر من حد وانا عمال اقول الحملات روح هناك روح هناك. ليه؟ المكان ده اللي اتقتلت فيه عروسه، مش عروسه، بنت هي من والدها بسبب انه عرف كان في علاقه ما كبير نوعيه يعني. اللي حصل قصه زي ما اتحكيت ليها وتقابلت بالظبط. المكان ده كانت هي بتيجي تقعد فيه مسكينة. والأم مسكينة.
عليها الله. تم العثور عليه مذبوح هنا. في ساحر كل يوم معين في الشهر العربي بيجي عند المكان اللي احنا فيه ده، وهو بيت قديم ومهجور،
ويرمي أعمال. الناس مش عارفة اليوم لأنه مش ثابت، كانوا فاكرين أن يوم ثابت، وقعدوا ناس تحرس المكان أكتر من مرة علشان يعرفوا بيجي إمتى، محدش عارف يلاقيه. بس الناس بتيجي كل شوية تدور وتلاقي الأعمال والسحر وتخرجوا. احنا استأذناهم ان احنا عايزين نيجي نصور هنا، وهم يعني عارفين شوية شوية وافقوا يعني. فاحنا في المهمة دي حسن وعمر وانا علشان الحدفة. سموها الحدفة ليه؟ عشان بيتحدف فيها سحر واعمال والعياذ بالله حاجات وحشة جدا. عمر دلوقتي لو ممكن يا حسن تسلط التصوير عليه. هو عمر دلوقتي اهو مفروض لو بيدور. هو لحد دلوقتي احنا بقالنا مدة بس ما لقيناش حاجة. بس هم قالوا لنا اصلا ان الموضوع مش محتاج بحث كتير اصلا. ليه بقى؟ لان بيقولك هو بيحدف اصلا من فوق، يعني من فوق السور اللي احنا فيه ده. المكان اصلا عامل زي الغابة وضيق جدا ومخيف جدا. فهو الموضوع الكلمات اللي هتتمه. انا لقيت واحد يحدف. طيب حط يا عمر في الشنطة في الكيس اللي معك. ماشي ماشي. احنا كده لقينا حاجة اهو. هنخلي عمرو يبص بصة كمان. لقينا تمام، لقينا حاجة تانية، لقينا ما لقيناش، خلاص احنا عرفنا كمان هيتعمل بيه ايه وهنعمل فيه ايه، وممكن حتى نوديه لحد من المعالجين او المشايخ هم اللي يدلونا ايه اللي يتعمل. بس متخيلين ان حد وظيفته وهو واحد هم عارفينه على فكرة، بس هم خايفين منه. فاكرين الحلقة اللي اتكلمنا عن ان الناس سابوا في بيت من البيوت في قرية من القرى دجال او ساحر عمال يأذي في طوب الارض وخايفين منه، وان الواضح ان هم برضو خايفين. لكن هم بيحاولوا كل اللي يعملوا ان هم ينظفوا المكان اول باول. ده غير المقابر، ده غير اماكن كتير بيبقى فيها مصايب وفيها سحر وحاجات بيتلاقى. والمكان عايز اقول لكم مقبض جدا ومخيف جدا، وريحه وحشه قوي قوي، ريحه لا تطاق. يعني حافظوا على نفسكم، خلوا بالكم من نفسكم، لان الناس بقت مؤذيه جدا. يعني لما يبقى واحد بيروح كل شهر عشان يرمي له عملين ثلاثة، ما هو بيروحش يعملهم من نفسه، هو بيروح يعملهم عشان في ناس مسلطة يروح يعمل ده. والعياذ بالله يعني حاجة يعني ساعات الواحد مش عارف يقول ايه. الكلام ده احنا اتكلمنا عنه لو تفتكروا في قصص رعب كتير، لكن ان احنا لما قررنا في خبايا ان احنا نقتحم العالم ده، في حاجات كتير قوي مخيفة وفي حاجات كتير مقرفة ومقبضة. ربنا يحفظكم يا رب، ويبعد عنكم اي اذى واي شر، ويبعد عنكم في واحد تاني. طيب في واحد تاني ايه؟ ايه يا عمرو؟ عباره عن ايه؟ ورقه ملفوفه لفات. هما زي ما وصفوها بالظبط. غريبه انا مش. طيب حطها يا عمرو. خلاص كده اظبط عليها. طيب ايه يا عمرو؟ كفايه. طيب خلاص انا هقوم. بالنسبه عايز اقول لكم الشجر ده اصلا، الشجر ده يعني وهو عمرو داخل انا ما عرفتش ادخل، شجر كله شوك وحاجه صعبه جدا. طيب يا عمرو ممكن تخرج يا عمرو؟ خلاص الحته دي مليانه. كفايه يا عمرو، كفايه. حاسب بس وانت بتخرج يا عمرو. انت كده كام؟ كده اثنين. الثالثه اهي. انت الثالثه هنا. طب عمرو لو سمحت بس يعني ايه، انا برضو ده كده اربعه. طب هات كفايه. طيب حاول تخرج بقى. هتعرف تخرج؟ طب انا هخرج بس بره الصوره او بره الكادر بس عشان يعرف يطلع يا حسن. بص يا عم حاسب بالراحه يا عم، بالراحه يا عم. هات يعني المكان دخوله اصلا عباره عن يعني انا عايز بس اوصل لكم. حسن انا عايزك توصل بس من خلال التصوير حسب عشان انت هتقع انت كمان، ان المكان ضيق جدا يا جماعه. ده اشبه ما يكون بطرقه ومعرفش دي اتبنت ليه اصلا، يعني ايه فكرتها يعني. حاول بس يا عمرو بالراحه تخرج. ده بص يا حسن ركز، يعني بين الشوك بتاع الشجر برضو لان المكان يعني. اعوذ بالله.
حاسب يا عمرو، حاسب يا عمرو بالراحه وانت خيرك. في حاجه يا حسن، الكيس، هات الكيس في الارض. ايه بعد الشمس بتاعك؟ ممكن ناخد تريح. طيب انا بس ما امرق. اللي انا فهمته ان الحاجات دي مش حاجات قديمه، ان هو بيجدد الحاجات دي وبيرميها اول باول والناس بتمشطها، واذا كان عمرو لقى كذا حد كذا حاجه فاكيد في غيرهم كتير. انا مش عارف اقرا. صلى ايه؟ مش عارف. ما تفسروش، احنا نصارى وخلاص. اللي عارف يقرا طب انا عرفت على فكره. انتوا واخدين بالكم ان في سطرين تحت حاجه مكتوبه بالمقلوب؟ حاجة تانية عاملة شبه العروسة. هو تقريبا بصوا هي عاملة حاجة شبه العروسة، بس هو الكلام مكتوب عشان ايدي بتترعش. انتوا عارفين الكلام؟ شايفينه؟ شايفين؟ فاهم؟ انا فكرة انا اري، انا اري. فاهم طبعا. اول كلمه يعني اول كلمه رابط. رابط ده يعني من ربط، فاهمين؟ الربط، ربط المتجوزين. تاني كلمه عقل، عقم، عقم، عقم. تالت كلمه باينه بقى خالص اهي. هما كلهم مكتوبين بنفس الخط مبدئيا، ونفس الايد، ونفس الصفات. ايه؟ استنى، ايه؟ مش عارف. سميرة ولا سمية؟ سمية. في حاجة. طب سمية دي بنت على فكرة. سمية بنت. أحمد. لا ايه؟ حامد. احلام مش عارف. احلام. سرطان. وايه دي بقى؟ رحم. سرطان رحم. هو ايه 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 الشر اللي ممكن يوصل بالبني ادمين انهم يعملوا بعض كده؟ اللي انا عملته ده واللي احنا جينا طلعناه ده، يعني بيقال ان هم الناس كل شهر بيجوا يطلعوا اكتر من كده بكتير. احنا ده عمرو كده من على وش القفص زي ما بيقولوا. هو ايه الغل والسواد اللي الناس بقت فيه بتعملوا بعضها ده ليه؟
الله اعلم، ربنا يستر علينا من اللي احنا عملناه النهارده. لكن انا اسف، انا مش مؤهل ان انا ادور في الحاجات دي، بس هو يعني هي تجربه ومش هتتكرر يعني. وهناخدهم لو سمحت يا عمرو، معلش بقى، هناخدهم نوديهم تاني بقى لحد يعالجهم، واحنا هنصورهم على فكره وننزلهم لكم على ما احنا اصلا من اول ما جينا في حد سالنا حد من المختصين وقال لنا اذكار معينه هنقولها. وزي ما قلت لكم قبل كده، الواحد بقى عنده تناحه يعني مش عارف. الاذى والناس اللي بتحب تاذي بعض، الناس اللي شغاله اذى في بعض، الناس بتاذي بعض في شغل، بتاذي بعض في وظيفه، بتاذي بعض في جوازه، لكن تاذي بعض في حياه، في عمر، في انها تنكد على حد مكتوب في العمل ده ولا الطلسم ده ولا عارف شو بيقولوا عليه، سرطان، اللي عملت ده ولا طلبت ده هتستفيدي ايه بقى؟ ايه لما هي جالها سرطان انت هتبقى حلوه ومبسوطه يعني؟ خلينا نختم برساله، رساله بوجهها لكل حد اتعرف. الموضوع ده حرام يا جماعه، الموضوع ده حرام جدا جدا جدا. انتوا مش متخيلين احنا بنضيع نفسنا وبنهلك نفسنا ازاي. وهقول برضو لكل حد اتعرض لاذى من انه ده سحر او عمل او اي حاجه من الحاجات المؤذيه دي، استعين بربنا، ادعي وصلي وادعي يعني واستغفر وقول اذكار الصباح والمساء بتحفظ جدا. انا مش شيخ على فكره خالص، وانا صلاتي مش منتظمه للاسف، وانا بمشي على سطر وبسيب سطر، انا بني ادم في الاول في الاخر وبغلط ومش ملاك، لكن في الاخر هو الواحد نفسه ان انا اكون احسن ونفسي كلنا نكون احسن. خلوا بالكم نفسكم، ما تأمنوش قوي لاي حد. وارد على فكره اللي تكون عامله العمل ده يكون قريب، وارد ولا مش وارد؟ وارد يكونوا سلايف، وارد يكونوا ضراير يعني بيجمعهم بيت واحد. ربنا يحفظهم. خبايا دايما هنحاول من خلاله، سواء كنا في الاستوديو واحنا مع بعض في الاماكن وفي الرفاهيه والراحه والتكييف والقعده الجميله، ان احنا نتطرق لمثل هذه القضايا الشائكه، او لما ننزل نصور نتواجد في اماكن زي كده. انا كل الرسائل اللي بتجيلي والناس اللي بتقولي خلي بالك وانت بتدخل حته غلط، ربنا الحافظ.